أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المستحاضة لها أن تصوم صيام التطوع مع العلم أنها تصلي؟ المستحاضة نعم حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي، لكنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تصوم تطوعا وفرضا وأن تقضي ما عليها من الصيام، كل ذلك جائز. نعم.